حكم الحدث بالحرام على شيء لما فعل، وقلت حرام لم أفعل هذا الشيء ولكن بدون نية الطلاق الزوجة، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا حرم الإنسان شيئا من الحلال هذا يعتبر له حكم اليمين، تحله كفارة اليمين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وذلك لقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، اعتبر تحريم الحلال يمينا. إلا تحريم الزوجة ففيه الكلام بين أهل العلم، إذا نواه طلاقا أو نواه ظهارا أو لم ينوي شيئا، هذا فيه تفاصيل عند أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.